الو، جي تي اورس كوم ترحب بضيوف الكرام، تفضل. شني جي تي اورس كوم ترحب بضيوف الكرام، تفضل يا فيك. شني هاي كل هذا الكلام ايه، ما يعلمك شنو انا هو هذا اللي قلتها. لا لا، راني نرحب بيك. وش تفضل، وش تحوس؟ ايه، وش تحوس؟ يعني جيت من شخص ام بي تاعي توضلت لي من جيتها. ايه بس عطيني الرقم تاعك. نسيتو، كيفاش نسيتو؟ ان شاء الله فكرت 07 ايه و 78 ايه 87 ايه 78 ايه 87 صح. وعندك الفاتورة نتاعها؟ عندي فاتورة، ايه، وعندي ورقة شرقة في الكونترا. هذيك هي الكونترا تاعك. اي والله اعطني الاسم الكريم خويا. هات البطاطا. صحيح. كيفاش النكوة تاعك بطاطا؟ لا، عيطوا لي بطاطا. النكوة تاعك هو اللي ما تجيبهاش بيها. اعطني عادي. كيفاش؟ بطاطا. لا لا، النكوة النكوة ايه، تاعك بلواز. بلواس عادي. بلواز عادي. ايه صح. ايه، ايوه، شوف خويا، اتصل بمصلحة الزبائن. فين كم هنك؟ ايه، اتصل بمصلحة الزبائن، راح تهضر معك الاخت من هي، كي من بعد استفسر عليها. استفسر. ايه، انت وين رايك؟ راني نوجهلك الاخت، استفسر من عندها. انت انا ما استفسرش من عندك. يا اخي، انا متكلف بالاستقبال فقط، ريسبسيون. تستقبل؟ ايه مت وين هو؟ ايه كان ما فيهاش هدرة. يا اخي، قلت لك كش ما تحتاج. عندك مع استفسر واحد اخر؟ ايه؟ ما عندكش كش سؤال واحد اخر؟ عندي عندي. واش تحوس وين رايك تايبة؟ يا اخي؟ انت راك تمسخر ولا منيتك؟ لا لا نهدر صح. كيفاش وراني؟ راني في السونتر، راني في مكان العمل، وين؟ راني في مقر في الجزائر. ثم في الجزائر. ايه، طيب بارك عاصمة. في العاصمة. خلاص صح. ايه اسمع، نعم، مش تحوس. ونقدر نجي كمان. وعلاش تجينا؟ هاي خان قاعد هنا داخل مني. لا لا، اتصل بأقرب مركز ليك. انت وين تسكن؟ لا ايه في جلف. خلاص، اتصل في المركز بالجلفة. هنروح لين انت نقدر معك. يا اخي، انت راك تستفسر ولا تمسخر؟ لك تنزل. لا قبل شوي يا اخي، ما عندناش الوقت، راه كاين زبائن واحد اخر. انا حابين يتصلوا، انت راك معطل. انا ثاني جبائن مش شك تخسر بي. كش ما عندك سؤال واحد اخر؟ عندي سؤال. تفضل. عندكم خدام من جهة؟ كاين. وعلاش؟ جبتين واحد. يا اخي، انت وش راح في العدد؟ انت انا شخصي معك سؤال؟ عدد زوجي ولا بارتي. خلينا نقول خلينا نقول نقول عندنا فايت 150 خدام. ديرهم 151. يا اخي، وعلاش راك تقصي؟ انا ديروني يلا يحضرك ان شاء الله. قد قاعد والله يقكره. انت عارف انا الصباح صباح صباح تاعي قرب القداه الرابع تاع العشوه. هذا الصباح تاعي الرابع تاع العشوه. نقعد نقعد في الزقاق بعد ندخل في الزوج. اخي، ما عندك استفسار ولا استعلام واحد اخر؟ انت عاوز نحكي لك حكايه. يا اخي، وش راك تحكي؟ هذا استفسار على في الزبائن، وش راك تحكي؟ انا غير غير ضيق روحي. إذا قال روح احكي مع صاحبك، ما تحكيش عندنا حنايا. راك تروح البحر. عقبت يا عندكم بحر. يا اخي، انا نعم عندنا بحر، بس هذا مش اقول اقول ما تحكيش. اقول انا يا حبيبي قول لي انا عندنا بحر يا اخي، بصح ماهوش هذا المكان اللي تحكي فيه هذا الاشياء. لا ليش انا هنا خير بالمزيح خميض. رحت البحر. اقول اقول اي سهل. رانا في مكان عمل يا اخي. هاي يا صراحة مش نوتر نوتر فيك. اقول لي انا رحت البحر ولا مرت صراحة. رحت البحر. ايه، ما من ما من هاي شو اسمه شو اسمه. يا اخي، شو ما عندك سؤال متعلق بكش استعلام خاص بهذا لابيس؟ ما في ثانية. ايه، كنت كاين من اليوم هذا. والو، خلاص انتهى المدة تاعك، كملت. ايه، عمر رحت البحر. يا اخي، من فضلك احكي لي في ميدان العمل ولا كوبي. ميدان العمل مش ما مرة بعثكم تعزيز البحر صلى الله عليه وسلم. يا اخي، من فضلك، من اذا كان فضلك عندك اي سؤال تفضل. ما كانش من فضلك، راه كاين زبائن واحد اخرين يستناو. اقول لهم استناو انا ثاني مش بحاجة استنى. يا ربي انت بدل ما تدوني حررها لازم نحررها. اسمعني احكيني البحر. انا كيفاش نحكي لك على البحر يا اخي؟ هذا مش مكان اللي نحكي ما لك على مالحة مالحة. انا عم مالح. فيه ملح. انا عم فيه الملح. كما يتعش نظر ملح. يا اخي، من فضلك، انت ملح تاعو ملح مالح ولا قايم ملح مالح. مالح، انا عم مالح. كوفي يا اخي، من فضلك، راك معطلنا الخدمه. هاي اسمعني شخص يقول واحد اخر. عم رحت البحر والله يا حبيبي. قول رحت مع المدام. مدام؟ اي نعم. شو دايره مدام تاعك؟ فين مدام؟ شو معناها؟ الزوجه نتاعي. زوجة؟ ايه زوجة؟ ايه
تزوجتوا؟ ايه رانا متزوجين. قدام ما تزوجوا رحتوا ولا بعد ما تزوجتوا؟ قدام ما نتزوجوا وبعد ما رحت وبعد قدام ما تزوجتوا علاه رحتوا؟ شو كنتوا تديروا؟ قال قول قول. احنا نعوموا وش ندير؟ تعوموها؟ ايه. تعوم بكل سنة تعزيزيها. يعني هو يجيكم حاجة. ايه نحو. انا نعوم بالعريان. انت؟ ايه. يا اخي من فضلك كوبي خلينا نخدمه. خليك تخدموها. ايه. من فضلك خلينا نخدمه. ديرون زيتك. انا عمرك ديرون. شماك شماك الله يعافيك. وش اسمي؟ ايه. عبد الهادي. عبد الهادي. الله يعافيك عاشت الاسامي مش نكد. يا اخي انت ركبت. خلاص خلاص حاشا حاشا مش نكد كذا. وانت عندك شيء؟ عندك جي جي ولا عندك وش عندك موبيلات؟ انا داير نخدم في مصلحه جيزي وعندي جيزي. هاكا اللي يخدموا في جيزي داير موبيلات. يا اخي من فضلك اذا كان عندك سؤال تفضل، واذا ما عندكش من فضلك اقطع الاتصال. راه كاين زبائن واحد اخر راهم ينتظروا. ايه؟ راه كاين زبائن واحد اخرين ينتظروا. ينتظروا؟ ايه. عندي سؤال. تفضل. ثم تلقيتوا تاعي هذيك بالفرنسي حريه ولا ليبرتي ولا حيه؟ تاعي ليميتي. ايه. ايه حنا طلقنا. تلقيتوها؟ اه نعم. ترجع عليكم ولا والو؟ تلقيتوها تروح طول؟ كيف تلقيناها تروح طول هذي؟ ثم تلقيتوها كيف تلقيتوها؟ كنتوا شادينها؟ ما كناش شادينها، احنا عطينا هذه الفرصه باش تعوض. ايه هاي. ثم انا درتها. ايه. درتها وما جاتنيش. كيفاش ما جاتكش؟ درتها وما جاتنيش. مثال كاين العرض تاع 10,000، كاين العرض تاع 50,000، وكاين تاع 100,000. انا كاين العرض تاع السمانه، وكاين تاع النهار، وكاين تاع الشهر. انا عطيتها 10,000 ما جاتني. لو بنت نفسها وما درت لها 50,000 والله ما دارت بيا 100,000 ولا قاتلاتي ما عرفت تروح للشين في اللون. انا طول ما عندي تعرف الحوايج. كيفاش يلزمك تكتيفيها؟ تدخل واحد الكود تكتيفيها. تكتيفيتيتها. كيفاش؟ تكتيفيتيتها. كيفاش تكتيفيتيتها؟ تا تا زيتها. اكتيفيتها كيما كتقول يا خلاص. اكتيفيتها؟ اي الله يحفظك ينورك شام. امين. روح اتصل باقرب وحده تاع جيزي. هاك بابا وش بابا با وش لاباس حبيبي. لاباس لاباس. قلقتني يا اخي. يا اخي قلقتك انا؟ ايه انت ما قلقتنيش. يا اخي من فضلك. انا قلق قلق قاشي وقاشي ما يقلقنيش. انت اذا ثقيل ورزين وتفهم. وحنا ما تكونش تذكيل ورزين وتفهم. لا غالب. ليه لا غالب؟ رانا نتعاملوا مع ناس بزاف لازم تتقلق. لازم تتقلق هي كمان. هي خلاص اتصل باقرب وحده. احكيني تتقلق؟ اي وبعد وجيني تتقلق؟ راه تهضر مع ناس بزاف وراهم يقلقوك وتعب من 8 للزوج تاع الليل بزاف. صح. وماذا انت ما تلقاش فيها فعلا؟ نروح الزوج تاع الليل. واش ديروا؟ اي والله خلاص اسمح لي اسمح لي حاجه ما تكوبونيش البيع حتى راهم كوبي جاتي تكوبوني. يا اخي من فضلك احكي لي على حاجه تاع عمل ولا كوبي. اخي انا اخوك. انا كنت بالوان حتى انا كنت كمان ما كنت عليه. انا كنت جيزي. جيزي انا كنت جيزي. ايه ما هي انا ثاني ديال جيزي. خلاص. اي المهم واش ما تحتاجوا خدام قولوا لنا ان شاء الله. واش ما تحتاجوا واحد يسيق ينقي كلش. خلاص يا اخي من فضلك اذا كان عندك اي استعلام نوجه لك الاخت. توجهني الاخت يعني. ايه ولا كوبي. تكوبي انا ولا تما؟ انت كوبي. انت انا ما تكوبيش. خلاص انا نكوبي. ما تكوبيش انا قادر عندي اخ. اسمع ربي يعاونكم وان شاء الله راه الجنفه كاع راه تخزر فيكم مثل اعلى ان شاء الله. بارك الله ان شاء الله نربحوا مصر ان شاء الله. تشتي مصر ولا الجزائر؟ يا ودي ما نشتي والو انا. هنقول هنقول. يشتيك انت؟ يلا يلا يا عاودك هاي بعد قصر معايا. تشتي مصر ولا الجزائر؟ نشتي نشتي الجزائر. الجزائر؟ ايه. كان تخسر الجزائر واش؟ اودي نشتيك انت برك. تعزني انا؟ ايه. انا لا ما الجزائر ما تشتي الجزائر. ايه. انا ثاني نشتي. وكان نخسر واش؟ ما نكرهك. كان نربح نشتيك. انا كان نكره نخسر نكره روحي كما تكره نكره روحي. خلاص هاي كوبي من فضلك اخي. كوبي ايه. وغير الكوبي كوبي خلاص انا كوبي نهون عليك. خلاص الله في روحك. ما يا حبيبتي انا صح. كثر خيرك. الله في روحكم. الله في روحكم. تهلا فينا ربي صح. هاك اللي راك ساكت وش. هاي تهلا في روحك خويا كوبي من فضلك. ما يا حبيبتي. هذاك بين 10,000 لعب. خلاص خلاص خمسة انا. لا الله يا قم ميساج ميساج. لا خلاص خلاص الى ما انتم ماشي حاك الله يحفظكم. تهلا في رواحكم. سلام سلام المدام. صح سلام عليك عاد البطاطا. صح الله يحفظك.